لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك وآلك يا رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي يا لائمي حب الحسين أجننا واجتاح أودية الضمائر واشرأب فلقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلط في الركب. من مثله أحيا الكرامة حينما ماتت على أيدي جبابرة العرب. أما البكاء فذاك مصدر عزنا وبه نواسيهم ليوم منقلب. نبكي على الرأس المرتل آية والرمح منبره وذاك هو العجب. نبكي على الثغر المكسر سنه نبكي على الجسد السليب المنتهب. نبكي على خدر الفواطم حسرة
وعلى الشبيبة قطعوا إربا إراب. جيناك يا الغالي نخوض بحور وبرور، طفنا على قبرك نريد نعزي ونزور. كل قاعدنا كربلا وكل شهر عاشور، جينا نجدد لك عهد يا ابن الزكيه يا طبرة الكرار ويا عصرة الزهرة يا ونة الهادي الحزينة في وسط قبره. جيناك نطلب في الحشر يا حسين نظره، فيها الشفاعة يا حبيب الله وليه، مثلك أبد يا أبو علي ما شافت العين، سلطان متربع على قلوب المحبين، كيف على صدرك تربع شمر يا حسين. عرش الله يا حسين ارتعد منها الرزية، له الزمان يعود يا ابن الزهرة جيناك، والله له الزمان يعود يا ابن الزهرة جيناك، وبكل نفايسنا يا ابن حيدر فديناك، وياك وحق نحرك يا ابو السجاد وياك، وياك وحق دم سكبت على الوطية. الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلوب وصدقته الأفعال. لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور، طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لو سلطنا الضوء على حياة بعض الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية فإننا نجد بعضهم في أول التزامهم بجادة الاستقامة يحرصون على كل ما من شأنه أن ينمي عندهم الحالة الإيمانية، فتراهم يحرصون على حضور صلوات الجماعة مثلا،
وتراهم يحرصون على ارتياد مجالس العلماء، وتراهم يحرصون على الاستماع للمحاضرات، وتراهم يحرصون على الحضور في كل فعالية دينية، ولكن شيئا فشيئا تجد هذا الاندفاع ينخفض والحماس يخبو، وربما ألف بعضهم ارتكاب المعاصي والعياذ بالله. الحالة الإيمانية عند الإنسان ليست حالة مستقرة، منسوب الإيمان عند الإنسان ليس منسوبا ثابتا، ترى أن الحالة الإيمانية عند الإنسان تعلو في بعض أحيانها وتنزل في بعض الأحيان الأخرى. منسوب الإيمان عند الإنسان يرتفع في حين وينخفض في حين آخر، فترى أن الإنسان يصعد وينزل في هذا المجال الإيماني. هذه الحالة من التذبذب على الصعيد الإيماني لا تحتاج إلى زيادة مؤونة وتكلف لإثباتها. مرت علينا هذه الفترة التي سميت بفترة السلامة الوطنية، امتلأت فيها المساجد عن بكرة أبيها، إذا جئت متأخراً لا تجد لك موطئ قدم في المسجد. المساجد تتميز من حيث كثافة الرواد في ليلة الجمعة مثلاً، في تلك الفترة صارت كل الليالي الأسبوعية بالنسبة للناس من حيث حضور المسجد والالتزام بصلاة الجماعة كأنها كلها ليالي ماذا؟ جمعة. ولكن شيئاً فشيئاً عادت الأعداد إلى ما كانت عليه في السابق، وصفت المساجد على روادها قبل فترة السلامة الوطنية. إذن الحالة الإيمانية عند الإنسان هي حالة متغيرة، قد ترتفع بسبب بعض الظروف والمعطيات، وبزوال هذه الظروف والمعطيات تنخفض الحالة الإيمانية ماذا؟ مرة أخرى. العلماء يفرقون بين نحوين أو بين نوعين من الحقائق. النوع الأول يسمونه بالحقائق الجامدة، والنوع الثاني يسمونه بالحقائق الحية. الحقيقة الحية هي تلك الحقيقة التي لديها قابلية النمو والتكامل والزيادة، وأما الحقيقة الجامدة فهي تلك الحقيقة التي ليس لديها قابلية النمو ولا قابلية التكامل ولا قابلية الزيادة. دعني لتقريب المعنى أمثل لك. هذا المنبر الذي أجلس عليه الآن هو حقيقة من الحقائق، ولكنه حقيقة حية أم جامدة؟ حقيقة جامدة. لماذا؟ لأنه ليس لديه قابلية النمو والتكامل والزيادة، فلا نتصور أن نأتي يوم غد فنجد هذا المنبر قد استطال فلامس سقف المأتم، أو أنه انخفض فلامس قاع المأتم. لماذا؟ هو حقيقة لكنه حقيقة جامدة، ليس فيها قابلية النمو ولا قابلية التكامل ولا قابلية الزيادة. هذا الخاتم الذي ألبسه نفس الكلام، لا أتصور فيه أن يتسع لوحده وأن يضيق لوحده، هو حقيقة لكنه حقيقة جامدة ليس فيها قابلية النمو والتكامل والزيادة. لكن بالنسبة للطفل الصغير هو حقيقة حية لأن لديه قابلية النمو والتكامل والزيادة. اليوم عمره 5 سنوات، بعد 10 سنوات كم يصبح عمره؟ 15 سنة. بعد 20 سنة كم يصبح عمره؟ 25 سنة. لماذا؟ لأنه حقيقة حية، بمعنى أنه حقيقة لديها قابلية النمو والتكامل والزيادة، ولذلك ما دام على قيد الحياة هو يكبر يوما بعد يوم، يزداد يوما بعد يوم، يتكامل يوما بعد يوم. الحالة الإيمانية عند الإنسان تصنف ضمن أي نوع من الحقيقتين؟ حقيقة جامدة
غير قابلة للنمو والتكامل والزيادة، أم أنها حقيقة حية؟ يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ماذا تفعل؟ قال: زادتهم إيمانا. أي أن الإيمان حقيقة حية قابلة للنمو والتكامل والزيادة. في مقابل الإيمان هناك الإثم، أيضا الإثم حقيقة حية. يقول تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فكما أنك تربي وليدك الصغير ويكبر أمام عينيك شيئا فشيئا، بإمكانك كذلك أن تربي الحالة الإيمانية في داخلك فتكبر وتزداد وتتكامل حتى تصبح وليا من أولياء الله، وبإمكانك أن تربي الإثم في داخلك فيزداد ويتسع ويكبر حتى تصبح شيطانا من شياطين الإنس. أنت بين حقيقتين، بين إيمان وإثم، فاختر لنفسك ما تشاء من هاتين الحقيقتين. إذن حقيقة الإيمان حقيقة حية، حقيقة الإثم حقيقة ماذا؟ حية. ولأن حقيقة الإيمان حقيقة حية تجدها تزداد في بعض أحيانها وتنقص في بعض أحيانها الأخرى، تجدها تنخفض في بعض الأحيان وتجدها ترتفع في بعض الأحيان، نفس الكلام بالنسبة للإثم. بعد هذه المقدمة نسأل هذا السؤال: المنسوب الإيماني عند الإنسان لما نقول أنه غير ثابت، الحالة الإيمانية عند الإنسان لما نقول أنها غير مستقرة، تضعف وتعلو وتنخفض وتنزل، ما هي أسباب ومناشئ الضعف الإيماني؟ هذا الضعف الإيماني الذي يحصل عند الإنسان، ما هي أسبابه؟ ما هي مناشئه؟ أحاول أن أشير إلى بعض الأسباب بنحو من السرعة والاختصار والإيجاز بما يحتمله الوقت، ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المنشأ الأول من مناشئ الضعف الإيماني عند الإنسان هو الذنوب، والكلام عن الذنوب ربما يكون في نظر البعض كلاما تقليديا وكلاسيكيا. كثير من المحاضرين، كثير من الخطباء يتحدثون عن الذنوب باعتبارها منشأ من مناشئ الضعف الإيماني. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الذنوب بما هي ذنوب، وإنما أريد أن أنفذ إلى الذنوب من خلال طريق آخر. ما هو؟ العلماء يقولون أن الإنسان قد تحصل عنده قناعة على المستوى العقلي، لكن هذه القناعة العقلية لا يعتقد بها ماذا؟ القلب، لا ينسجم معها القلب، لا يتناغم معها القلب. فما يعتقده العقل شيء، وما ينسجم ويتناغم معه القلب شيء ماذا؟ آخر. إذا لم يحصل التناغم بين القناعة العقلية والعقيدة القلبية لا تنعكس هذه القناعة العقلية على سلوك الإنسان. دعني أعطيك مثالين. لو جيء بك إلى غرفة مظلمة ليس فيها أي نافذة وليس فيها أي مصدر للضوء، وجيء معك بتابوت يحتضن في داخله جثمان رجل ميت، وأقفلت عليك الغرفة من الداخل، وقيل لك عليك أن تقضي ليلتك هذه مع هذا التابوت الذي في داخله رجل ماذا؟ ميت. تصور في هذا الجو المظلم، في هذا الظلام الدامس، أنت تجلس ومعك تابوت فيه رجل ميت. بعض الناس ممن لا يعيش الإطمئنان القلبي تراه يعيش الخوف، يتصور بين لحظة وأخرى أن هذا الميت قد ينهض من ماذا؟ من تابوته ويأتي لخلقه. يتصور بين لحظة وأخرى أن يد الميت قد تمتد من ماذا؟
من التابوت لتؤذيه، تسأله يا فلان هل يصدق عقلك أن الميت يتحرك؟ يقول بلا شك ولا ريب أن الميت لا قابلية عنده للتحرك. تقول له لماذا تخاف؟ قال المشكلة أن قناعة العقلية لا يطمئن لها ماذا؟ قلبي، قلبي يعيش التردد، فلأن قلبه لم يتناغم مع قناعته العقلية تراه يعيش الخوف من هذا الميت الذي يحتضنه ماذا؟ التابوت. ولذلك تراه يعيش الخوف والوجل، لا يصدق متى يطلع الفجر ليهرب من هذه الغرفة. يقولون أن أحد الرجال أصيب بالوسواس القهري، فصار يتوهم أنه دودة وليس رجلا، فصار كلما رأى دجاجة يهرب منها. لماذا؟ لأن الدجاج يأكل ماذا؟ يأكل الدود. فجيء به إلى الطبيب، قيل له هذا رجل مريض عنده مرض نفسي وهو يتوهم أنه ماذا؟ دودة، فعالجه. فعقد معه جلسة وجلستين وثلاث وأربع إلى أن اقتنع الرجل بأنه ماذا؟ رجل وليس دودة. فقال له انصرف، فخرج الرجل. لما وصل إلى الباب الرئيسي للمستشفى وجد دجاجة تقف عند الباب، فرجع يركض مذعورا خائفا، واقتحم على الطبيب ماذا؟ غرفته. قال ما الذي أرجعك؟ قال هناك دجاجة تقف عند الباب. قال وما هي المشكلة؟ قال أخاف أن تأكلني. قال ألم تقتنع أنك رجل ولست بدودة؟ قال نعم يا دكتور أنا اقتنعت، لكن هي ما الذي يقنعها؟ فلاحظ، ربما اقتنع عقلا ولكن العقيلة القلبية لم تنسجم مع القناعة ماذا؟ العقلية. ولذلك هذه العقيل ولذلك هذه القناعة العقلية لا تنعكس على سلوكه. السؤال الذي أطرحه، من منا لا يعلم بأثر الذنوب المدمر؟ من منا لا يعلم بالأثر المأساوي للذنوب؟ عقلان كلنا نسلم بهذه النتيجة، أن الذنوب أثرها أثر ماذا؟ مدمر. لكن من منا يتوقى ويحذر من الذنب؟ لماذا لا نحذر من الذنوب؟ لأن عقيدتنا القلبية لم تنطوي على هذه القناعة العقلية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما رأيت يقينا يعامل معاملة الشك كالموت. كلنا نذعن على مستوى العقل أننا ميتون لا محالة، لكن كيف نتعامل مع هذا المصير؟ هل نتعامل معه على مستوى العقيدة القلبية؟ أبدا، دائما نعيش التسويف والأمل. نحن ندرك الأثر المدمر للذنوب، لكن قل أن تجد فينا أحدا يتوقى من هذه الذنوب ويعيش الحذر منها. هذا الذنب وإن كان صغيرا قد يتسبب في سلب الفلاح من صاحبه. الرواية لعلها عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول إذا أذنب الإنسان ظهرت في قلبه نكتة سوداء. نكتة بالكاف وليس بالقاف. النكتة ما هي؟ النكتة ليست هي الأمر المثير للضحك أبدا، النكتة هي ذلك الأمر الذي يحتاج إلى عناية ورعاية من أجل أن يفهم. ولذلك يقال هذه نكتة علمية تحتاج إلى التدقيق فيها من أجل أن ماذا؟ من أجل أن تفهمها. فالنكتة هي النقطة المتناهية في الصغر التي تكاد لا ترى لشدة صغرها. يقول الإمام الكاظم إذا أذنب الإنسان ظهرت في قلبه نكتة سوداء، نقطة متناهية في الصغر، يقول فإن تمادى في ذنبه اتسعت تلك النكتة حتى تغطي صفحة القلب كله، فحينها لا يفلح أبدا، يسلب الفلاح. بسبب ماذا؟ نقطة متناهية في الصغر. أحد العلماء من المربين يقرب المعنى فيقول لو ذهبت إلى الساحل وأخذت حصاة صغيرة ورميتها في البحر
ما الذي تحدثه هذه الحصاة الصغيرة؟ تولد دائرة صغيرة، الدائرة تتولد عنها دائرة ثانية أكبر، الدائرة الثانية تولد دائرة ثالثة أكبر، وهكذا تتسع الدوائر إلى أن تتولد دائرة كبيرة جدا. هذه الدائرة الكبيرة الأخيرة تولدت بسبب ماذا؟ حصاة صغيرة. كذلك الذنب الصغير ما لم تتب عنه أثره وفعله ونتيجته، أثر وفعل ونتيجة هذه الحصاة. ومسكين ابن آدم، ابن آدم يتصور أن الذنوب هي تلك الأمور التي يمشي إليها بقدميه. كثير من الناس لا يعلمون أن بعض الذنوب لا تحتاج أن تمشي إليها بقدميك، بل هي تأتي إليك. أتذكر يوم أن نجحت في امتحان تعلم السياقة، نزلت من سيارة الممتحن وأنا أتأبط ذلك الدفتر الأزرق وأهم بالخروج من المدرسة، فتوقف لي معلم سياقة كبير في السن فقال اركب سأوصلك إلى خارج المدرسة. فركبت معه فقال هل نجحت؟ قلت نعم نجحت. فقال أريد أن أنصحك نصيحة لا تنساها، وفعلا هذه النصيحة لا أنساها لحد الآن. قال غالب الناس، غالب الشباب عندما ينجح في امتحان تعلم السياقة يحذر أن لا يكون هو الصادر، ولكن يغيب عن باله أن يكون حذرا من أن يكون هو ماذا؟ مصدوما. أنت مو تقول أنا ما بدعان، ترى في جون ناس وش يسوون؟ يدعمونك. أنت مو تحتاج تعيش الحذر ألا تكون أنت الصادم، تحتاج أن تعيش الحذر حتى على المستوى الثاني ألا تكون أنت ماذا؟ أنت المصدوم. هكذا نفس الكلام بالنسبة للذنوب، ليست كل الذنوب تمشي إليها بقدميك، يجب أن تنمي مداركك لتكون أوسع، فيشمل حذرك الذنوب التي تأتي هي إليك. الإمام الصادق عليه السلام يدخل عليه رجل يقول له يا ابن رسول الله إن لي كنيفا، يعني حماما في منزلي، إن لي كنيفا أدخل إليه فأطيل المكوث فيه. قال ولم تمكث في الكنيف؟ لم تطيل البقاء في الحمام؟ قال يا ابن رسول الله إن جاري عنده جوار يغنين ويضربن على الدف، وأنا أطيل المكوث في الحمام أستمع إلى ماذا؟ إلى غنائهن. فقال يا رجل لا تطل المكوث في الحمام، اقضي حاجتك وعجل بالخروج. فقال ولم يا ابن رسول الله؟ أنا لم أذهب إليهن برجلي في منزلهن، أنا أجلس في أين؟ في كنيفي، في حمامي، في منزلي، أنا لم أذهب إليهن برجلي. فقال يا رجل أما سمعت قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا رجل قم فاغتسل وصل ما بدا لك من الركعات واحذر أن يقبضك الله إليه وأنت على ذلك الحال. كثير من الناس يتصور أن الذنب هو ما أمشي إليه أنا بقدمي، ويغيب عن ذهنه أن الذنب هو الذي يأتي إليك في بعض الأحيان. إذن السبب الأول من أسباب ومناشئ الضعف الإيماني هو الذنوب. أبو بتول يقول عندك 35 دقيقة، هذا احنا خلصنا سبب واحد، خلصت 35. طيب هي أسباب أربعة، أنا أجيب سببين، نجيبنا سبب واحد، نجيب السبب الثاني بسرعة واختصار وأختم، بعدين لا أحد يلوم أبو بتول، إذا عندي شيء يلومني أنا اللي نقطع العهد. زين، السبب الثاني من أسباب الضعف الإيماني ما يعرفه العلماء فيقولون شدة القرب حجاب
أو يعرفه بعضهم فيقول حجاب المعرفة. ما معنى أن شدة القرب حجاب؟ وما معنى حجاب المعرفة؟ وكيف يكون حجاب المعرفة سبباً ومنشأً من مناشئ الضعف الإيماني؟ الإنسان في بعض أحيانه إذا اقترب من الشيء في ذات الوقت يزداد بعداً عنه، وإذا ابتعد عن الشيء في ذات الوقت يزداد قرباً منه. دعني أمثل إليك. لو كان عندك صديق سافر إلى خارج البحرين، ذهب إلى بريطانيا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي فيها 4 سنوات للدراسة، لأنه صديق عزيز، ربما تتواصل معه على الواتساب مثلاً أو من خلال الاتصال كل يوم من أجل أن تطمئن على ماذا؟ على حاله. هو بعيد عنك من حيث المسافة، لكنك قريب منه من حيث التواصل. بعد 4 سنوات لما ينهي الدراسة ويرجع إلى البحرين، وربما يكون بيته قريب من بيتك، تضعف حالة التواصل، فربما تكتفي بالتواصل معه مرة واحدة في كل ماذا؟ أسبوع. صار قريبا منك من حيث المسافة، صرت بعيدا عنه من حيث التواصل. بعض الناس هكذا وضعه مقلوب. إذا كان يعيش في حاضرة الكفر هو أقرب للإيمان، وإذا كان يعيش في حاضرة الإسلام هو أقرب لعدم الالتزام. الجاليات المسلمة التي تقضي سنوات طويلة في المهجر وتقضي سنوات طويلة في بلاد الغربة، ربما يؤسسون لأنفسهم برنامجاً إيمانياً في ليالي الجمعة. ترى أن هؤلاء الطلاب يجتمعون مع بعضهم، يقرؤون دعاء كميل، يزورون الحسين عليه السلام، يجلبون لهم راث يرث الحسين، وربما إذا انتهوا من كل هذه المراسيم عقدوا جلسة نقاش ديني. لماذا؟ لأنهم بعيدون عن حاضرة الإسلام، هم في حاضرة الكفر، لكن إذا رجعوا إلى حاضرة الإسلام أترى أن هذه المراسيم التي يقيمونها في كل ليلة جمعة تبقى أو تنتهي؟ غالباً تنتهي، هذه الجلسات غالباً تنتهي. لماذا؟ حجاب المعرفة، شدة القرب حجاب. دعني أعطيك مثالاً آخر. في يوم 10 من المحرم العلماء ينصحون بعدم الاستماع لمقتل الحسين أكثر من مرة واحدة. لماذا؟ أنت في يوم 10 من المحرم عندما تستمع إلى المقتل في المرة الأولى تبكي، وربما تصاب بحالة هستيرية، لكن تنهي سماع المقتل في هذا المأتم، تخرج إلى مأتم آخر وتعيد سماع المقتل مرة أخرى، أترى بأن حالة التفاعل والبكاء هي كما هو الحال في المرة الأولى؟ ينخفض تفاعلك. تسمع المقتل في المرة الثالثة ربما لا تنحدر منك دمعة واحدة. لماذا؟ لأنك اقتربت كثيرا من تفاصيل المقتل، كررت سماعه مرة بعد مرة. أنهي بهذا المثال وأختم، ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. كما قلت، بعض الناس إذا كان في حاضرة الكفر هو أقرب للإيمان، وإذا صار في حاضرة الإسلام والإيمان صار بعيداً من حيث الالتزام، تجد حالته الإيمانية تضعف بسبب أنه يعيش في حاضرة الإسلام. نحن كم تشتاق نفوسنا لزيارة المولى أبي عبد الله. أنا أعرف بعض إخواني من المشايخ وطلاب العلم يقول في اليوم الذي أزور فيه أمير المؤمنين إذا عزمت على مغادرة النجف نفسي لا تطاوعني، أشعر بأن روحي متعلقة بشباك عليه.
لكن اذهب واستعلم عن أحوال أصحاب الدكاكين والمحلات الذين يحيطون بالعتبات المقدسة. بعضهم لا يزور أمير المؤمنين لمدة سنة كاملة، بعضهم في كربلاء من أصحاب الدكاكين المحيطة بحرم الحسين تمضي الشهور وهو ماذا؟ وهو لا يدخل لزيارة الحسين. لأي سبب؟ لأن الموجود كما يقول آباؤنا في أمثلتهم المتداولة، الموجود ماذا؟ رخيص. لأنه يجاور الحسين زهد في زيارة الحسين إلى حد أنه لمدة سنوات لا يزور الحسين، لشدة قربه من الحسين انعكست عنده المسألة. ولذلك الفقهاء يقولون بكراهة استيطان البلدان التي فيها عتبات ماذا؟ مقدسة، لأنها تقسي القلب، تزهد الإنسان في زيارة صاحب العتبة، تزهد الإنسان في زيارة صاحب الحرم. ما الذي يدعو صاحب الدكان في كربلاء أن لا يزور الحسين لمدة سنة وسنتين، ويدعوك أنت لتزور الحسين ربما في السنة 3 مرات؟ ما هو الفارق؟ شدة قربه من الحسين انعكست عليه ماذا؟ سلبا. وبعدك عن الحسين انعكس عليك ماذا؟ إيجابا. وإلا بالله عليك، أي نعمة هذه أن تجاور الحسين، أن تكون من أهل هذه التربة المقدسة، هذه التربة، هذه العتبة، هذا الحرم الشريف الذي في ليالي الجمعة تزدحم فيه أقدام الملائكة بأقدام الأنبياء، 124,000 نبي كلهم يطلبون النزول لزيارة الحسين عليه السلام، والملائكة فوج صاعد وفوج ماذا؟ نازل. هذه المسيرات المليونية في 40 وغيرها، أنت ترى هذه المسيرات البشرية، ترى الطرق الأرضية كيف أن فيها ازدحام، لو كشف لك الغطاء لرأيت أكثر من هذا الازدحام في الطرق السماوية. فوج صاعد وفوج نازل، ملائكة يصعدون وملائكة ينزلون، وكلهم يقصدون أرض كربلاء يتغنون بها عشقا وحبا. ولذلك الشاعر ماذا يقول لما يتحدث عن كربلاء؟ يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل، قامت قواعده بكل مبجل شهم نبيل. أحدهم كأنه يسأل هذا الشاعر، يقول لم هذا الحب، لم هذا التعلق بكربلاء؟ يجيبه فيقول: أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل، كم فيك من شمس ومن بدر هوى فوق التلول، كعلي الليث الهزبر وقاسم البر وصولي وأبي الفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل، رضا من الجنة وتربه ما مثلها، ليل ونهار املاك مختصة لجلها، فازت بقبر حسين
وفاز اللي احتضبها وادخل على هونك وسكن وصيح يا حسين يلي بلا ناصر بقى وانحز وريده جينا نزورك من مكانات بعيدة ونزور أولادك والأرواح السعيدة وبس ننظر الشباك تهمي دمعة العين عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره جاوب لسان الحال يا شيعة الزهرة طفلي بصدري والسهم نابت بنحره عباس أخوي على الشريعة بغير كفين يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيج القبور ندخل الحاير بالبواجي ولطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لفارق حمية ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج زفرتنا ويقار رحمان العيون ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محل الظهر وتصيح يا ابن قطعت بي وبكل فريضة روح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريع زور القمر الأزهار أبو جفوف القطيعة شيال رايتكم أسور الهاش يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم وفرج عن جميع المعتقلين والمكروبين أرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين المتوفى من اجتمعنا لسببه وأجله اجمعه بساداته محمد وآله الطاهرين واحشره معهم في جنات النعيم جماعتي الحاضرين فردا فردا أطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب أمير المؤمنين وإلى أرواح جميع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الفاتحة قبلها الصلوات